ثلاث زغاليل ما شاء الله، والاهالي بيضين فوق في الطاجن اللي فوق ده، بقالهم حوالي اسبوع ويمكن اكتر شويه. دي ميزه السلاكه، فهيكونوا مركزين مع الزغاليل ومع البيض بسرعه في الانتاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. موضوع فيديو النهارده، ايه افضل، تربيه الحمام في سلكات ولا تربيته سايب؟ ده سؤال جاني في احد التعليقات، وهو قال لي لو بفيديو يكون افضل يعني. طيب ارجوك اعمل لايك للفيديو وتعالى على طول ندخل على موضوع الفيديو. انا هكلمك عن تجربتي الشخصيه مش تجربه حد، اللي انا مجربه. طبعا حضرتك شايف انا مربي في سلكات حديد، وقبل كده كنت مربي في السلكات الخشب دي. دي انا كنت عاملها. الحمام اللاحم عن تجربة شخصية انتاجه افضل في السلكات. انا ربيته سايب في البداية، لكن ما خدتش يعني بعد قص ما خدتش منه الانتاج اللي هو بتاخده في التربية في سلكات. وهقول لك الاسباب، ما خدتش منه الانتاج الكافي كسرعة في الانتاج وفي حجم الزغاليل. كحجم زغاليل وسرعة انتاج بيكون افضل في التربية في سلكات. وهقول لك الاسباب برضو بالظبط كل حاجة هتعرفها في الفيديو ده معايا. يعني مثلا اذا انا فتحت القص ده وربيته على السايب، طبعا هنا انا محضر معاه ثلاث زغاليل فيهم بيضه زياده، فمعاه ثلاث زغاليل، هل هيطلعهم بنفس الحجم؟ لا طبعا، لان هيخرج يلعب ومش هيكون بنفس الحجم او بنفس التركيز، مش هيكون مركز بنفس التركيز اللي هو معاهم في السلك. ليه؟ لان القص ده هينزل يلعب مع الحمام ده في الارض، وهيتشغل باللعب والمعارك مع الذكور التانية، ومش هيكون مركز مع الزغاليل زي ما هو هنا مركز جنبه. الزغاليل هتصاصي عليه، هياكل من الاكالة البلاستيك دي وهيروح ياكل الزغاليل، ما يكونش وراه شغل غير كده، وهيرقد وهيشتغل وهيلحم العش في العش زي ما انت شايف فوق كده، معاه بيض ومعاه زغاليل. وعلى فكرة معاه بيض بقاله حوالي اسبوع او يمكن اكتر من اسبوع، ومعاه زغاليل، فانا ما فطمتش الزغاليل علشان ان هو تاخد حقها. الزغاليل معاه هفطمها مثلا قبل البيض التاني ده ما يفقس بحوالي 5 ايام، كفاية قوي ان هو يرعى الزغاليل الكبيرة دي، وفي نفس الوقت ان يكون محضر اللي بقى اكل الزغاليل اللي هي الجديدة ان شاء الله. الحمام اللاحم في التربية السايب ممكن تلاقي فيه بيض فارغ اكتر من انك تلاقيه في التربية في سلاكة. ليه بقى؟ لان في التربية السايب زي كده هتلاقي ممكن الذكر بيطلع على النتاية ذكر تاني يجي يضربه، ودي بنشوفها كتير كلنا في التربية السايب. اما في التربية في سلاكة فهو بيطلع على النتاية براحته، مفيش اي معارك، مفيش اي حاجة بتعكسه، فهيكون نسبة البيض المخصب اكتر من التربية السايب. في السلاكة هيكون حجم الزغاليل افضل من حجمها في تربية سايب، زي ما قلت لك هياكل براحته ويأكل الزغاليل براحته. وهوريك مثلا دلوقتي زغلول، ده زغلول لسه صغير بسم الله ما شاء الله، حاجة ما شاء الله، حاجة تفرح ما شاء الله. ادي زغلول مش هنوزن يعني ان شاء الله، لكن باين الحجم ظاهر قدامك. ده زغلول طبعا هو فرداني، بس انا طبعا ما بخليش حاجه فرداني، لكن ده ما كانش فيه نفس الحجم، لكن احيانا بحط 3 وبيطلعوا حلوين برضو، لكن هو ده علشان ما كانش فيه حجمه فانا سيبته لوحده. فده سبب ان انت في السلاكه الحمام بياكله كويس، وبرضو في نفس الوقت راقدين برضو على حصى فوق اهو بقاله كام يوم مع ان الزغلول صغير. لكن اهم شيء في السلاكة ان حجمها، اللي الناس اللي بتسأل المقاس اللي هتربي فيها لاحم، اقل شيء 60 في 60. ليه 60 في 60؟ عشان انت هتحط فيها 2 طاجن، سواء دور واحد او دورين زي كده، او برف داخلي زي دي. لو برف داخلي زي دي مش مشكلة، هي 60 في 60 برضو، وارتفاعها يكون 50، يبقى ده اللي احنا ما تنفعش تقل عن 60 في 60. العيوب بقى اللي هي ايه؟ عيوب التربية في سلاكة، كل شيء له عيوب وله مميزات، لكن العيوب اللي بتكون في تربية في سلاكة بتكون عيب الحمامة نفسها او عيب القص ده نفسه. وهقول لك تحل العيوب ايه وحلها ايه ازاي. من عيوب تربية السلاكة انك انت ممكن تلاقي قص لاحم بيكسر بيضه او يموت الزغاليل في عمر صغير. الزغاليل بعد ما تفقس في الحجم ده او في العمر ده ممكن تلاقي الاهالي دهسها، وهقول لك سبب هما بيعملوا كده ليه. بيكون في بعض الحمام اللاحم الذكر والنتايه عايزين يرقدهم في وقت واحد،
فبيحصل بينهم تدافع، فبيقوموا بيزقوا بعض الاثنين بيزقوا بعض، فبيقوموا موقعين البيض في الارض، ممكن يتكسر او يقع يخرج بره الطاجن، وممكن وهم بيعملوا كده لو في زغاليل صغيره لسه فاقسه زي ما وريتها لك دلوقتي يدوسوا عليها برجليهم والزغاليل تموت. ده بيكون عيب في الاصل. حله ايه؟ ان انت ممكن تخلف الذكر من النتاية، تشوف الذكر تجوزه نتاية تانية والنتاية تجوزها ذكر تاني، ده حل من الحلول. سبب تاني لكسر البيض، ان القص ده بيكسر البيض، ان القص ده حجمه تقيل زي القص اللي معانا ده، ده حجمه تقيل، فبيجي يرقد على البيض يكسر البيض لو هما الاتنين بيتدافعوا. لكن ده حله برضو انك ايه، هتشيل النتاية وتحط الذكر 4 ساعات بس في اليوم، اللي هو من الساعة 10 صباحا للساعة 2 او وقت ما تفضى، ساعتين 3 4 الذكر يرقدهم بس في اليوم، ويفضل طول اليوم في الارض والنتاية بس هي اللي تفضل في الطاجن. طبعا ده الذكر اللي راقد دلوقتي النتاية في الارض اللي هي وقت الراحة بتاعها اللي هم ال4 ساعات بتوعها بترتاح. السبب الثالث ان الذكر بيكون نشيط جنسيا والنتاية راقدة على البيض، فممكن يخليها تؤمن على البيض ويسيبهم البيض يبرد، او برضو يكسروا البيض وهو بيضربها عايزها تقوم من على البيض عشان يتزوج. ده بيكون الذكر عنده نشاط جنسي زيادة. ده حله برضو ان هو نفس الحل اللي قبل كده، ان انت تشيل الذكر وتخرجه من السلاكة وتسيب النتاية لوحدها وهكذا. يبقى دي عيوب التربية في سلاكات وعرفناها، لكن كل العيوب دي زي ما قلت لك لها حل، وده مش عيوب التربية في سلاكة بس، لا ده عيوب الحمام نفسه اللي هو بيتربى في سلكات، وده دايما المشاكل دي بتحصل مع الحمام اللاحم يمكن اكتر من اي حمام تاني محبوس. لك لازم تعرف في البداية الحمام بيرقد ازاي، الذكر بيرقد امتى والنتاية بترقد امتى، عشان تعرف تحل المشكلة. لازم تكون عارف ان الذكر بيرقد الطبيعي يعني بتاعه من الساعة 10 صباحا للساعة 2 بعد الظهر، والنتاية بترقد باقي اليوم. كده انت تعرف تظبطها، تشيل النتاية وترجع الذكر، شيل النتاية وقت ما الذكر يرقد على البيض وترجع النتاية هتيجي ترقد على البيض في وقتها طول اليوم. ده حلها. كده النتاية اهو زي ما شفنا جاية عشان تدخل عشان ترقد على البيض والذكر هيقوم. ده معادها زي ما قلت لك، الذكر كده رقد ال4 ساعات بتوعه، خلاص النتاية هترقد باقي اليوم. خلاص عشان ما يحصلش معركة، طبعا انا فتحت لها تدخل فهي دخلت عرفت المكان اتعودهم، فانا هشيل الذكر بقى اخرجه وخلي النتاية ترقد باقي اليوم. اهو الذكر نسيبه على الارض كده والنتاية على طول اهو رايحة عارفة دورها بقيت اليوم. نقفل عليها السلاكة لتاني يوم الساعة 10 الصبح، هشيلها اخرجها واحط الذكر تاني وارجع اشيله الساعة 2 او الوقت اللي انت تفضى فيه. شوف انت هتفضى امتى، ممكن تحط الذكر 3 4 ساعات، او تحطه الذكر الصبح قبل ما تروح شغلك وترجع تشيله تاني لما تيجي من شغلك الوقت، المهم تشيل الذكر تبدل الاتنين بينهم هيرقدهم يعني. اعتقد ان كده خلصنا تقريبا موضوع الام افضل، انت اختار بقى انت تربي في سلاكة او تربي سايب. كده خلصنا الموضوع، لسه بقى هنتكلم ان شاء الله في فيديوهات قادمة ان شاء الله عن عيوب السلاكات دي او عيوب التصنيع. العيوب اللي ضايقتني ايه في السلاكة اللي هي المتصنعة حديد دي، ايه العيوب وايه المميزات. طبعا المميزات كلنا عارفينها، لكن هقول لك بالاخص ايه العيوب اللي هي في السلاكات اللي من التصنيع بتاعها مش من السلاكات نفسها. عيوب التصنيع، لو حد هيصنع سلاكة عمولة او هتروح لورشة تعمل لك السلاكة عمولة، هقول لك تقول له على ايه تاخد بالك منه ان هو ما يعملوش في السلاكة دي ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.